السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، راح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا لإبداء آرائكم اللي تظهر أسفل الشاشة، وتقدرون أيضا اللي ما يقدر يتصل بينا رقمنا اللي بالأسفل بهن رقم واتساب يقدر يتصل بينا أو يدزلنا رسالة واتساب نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. أتمنى تكون الرسالة متبوعة باسمك ومكانك. مشاهدينا الكرام، نبدأ حلقة اليوم بأول ملفاتنا واللي هو ملف تهريب النفط العراقي من قبل الميليشيات. اليوم قصفت طائرات مسيرة يعتقد أنها تابعة للكيان الصهيوني، صهاريج محملة بالوقود التابعة للميليشيات الإيرانية على الحدود العراقية السورية، وفقا للي قالتها مصادر محلية. وقالت المصادر أنه 23 صهريج وقود كانت دا تطلع من منفذ القائم إلى الجانب السوري، وراء خروج صهريجين يعني تنكرين من هاي الصهاريج من المنفذ ودخولها إلى سوريا باتجاه البوكمال، تم استهداف الصهاريج بطائرات مسيرة وإحراقها. وذكرت مصادر أنه القصف نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية. استهدفت صهاريج تنقل وقود مساعدات نفطية من إيران الميليشيا حزب الله بلبنان بحسب المرصد. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه بالإضافة إلى هذا الشيء تم استهداف موقع عسكري تابع إلى الميليشيات بالقرب من هاي المنطقة، الأمر اللي أدى إلى مقتل 14 شخص غالبيتهم من الميليشيات التابعة لإيران. وقالت مصادر صحفية أنه هذا القصف الإسرائيلي استهدف شحنتين دخلت بشكل متزامن من الأراضي العراقية إلى الأراضي السورية، وأضافت أنه الشحنة الأولى عبارة عن صهاريج تنقل نفط، والشحنة الثانية عبارة عن برادات حتى ينقلون بها خضار وفواكه، وسط توقع أنها هاي البرادات تحمل أسلحة إلى ميليشيا فاطميون المدعومة من إيران. المصادر بينت أنه شحنة النفط دخلت من البوابة الرسمية، أما البرادات دخلت من معبر مو نظامي مو رسمي على أطراف معبر القائم على الحدود السورية العراقية. انقصفت الشحنتين بنفس الوقت بصواريخ شديدة الانفجار. مصادر مقربة من الميليشيات المدعومة من إيران ذكرت أن القصف أدى إلى تدمير 20 شاحنة ومقتل 25 عنصر مع عناصر الميليشيات وجرح آخرين. وتأكد مصادر مطلعة أن الميليشيات المسؤولة عن نقل النفط إلى ميليشيا حزب الله تستحوذ على النفط من مواقع خاصة لتهريب النفط العراقي قبل أن تنقل إلى لبنان تحت عنوان المساعدات الإيرانية بإطار عملية التخادم بين إيران وميليشياتها بالعراق والمنطقة. خلونا نشوف في الفيديو اللي راح يظهر لكم الآن اللحظات الأولى للقصف اللي قامت به الطائرات المسيرة إلى الصهاريج قدامكم. الله العظيم يولوه كلنا. نصور عدل. هذا القصف الأمريكي لعنة الله عليه. 6:12 ضربوا المنفذ. الله يرحم الشهداء. الحكومة أعلنت بوقت سابق توقيف 9 ضباط كبار بينهم مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم محمد جعفر حسن ضمن شبكة كبيرة لتهريب المشتقات النفطية بمحافظة البصرة. ضمت القائمة إلى جانب اللواء غانم 4 ضباط برتبة عميد، مدير شرطة نفط الشمال، مدير شرطة نفط الوسط، مدير الإدارة بمديرية شرطة الطاقة، ومدير سيطرات الشمال. وضمت أيضا ضابطين برتبة عقيد، مدير قسم العلاقات والإعلام ومكتب المدير العام لشرطة الطاقة وآمر فوج مصفى الدورة، إضافة إلى ضابط برتبة مقدم وضابط برتبة رائد هو من قسم العلاقات والإعلام ومرافق المدير العام لشرطة الطاقة. بهالأثناء استغرب ذوي المنتسب جواد كاظم العيداني من التجاهل الحكومي لقضية ابنهم اللي جرى تصفيته من قبل الميليشيات المسيطرة على الآبار النفطية بالبصرة والمسنودة من القيادات الأمنية اللي تم اعتقالها مؤخرا بعد إغراقه ببركة نفط أسود بموقع تهريب النفط وراء ما كشف هو أمرهم.
واستهجنت عائلة المغدور من التسويف الحكومي القضية ابنهم، فضلاً عن تجاهل تكريمه كونه هو السبب الرئيسي بكشف عصابة تهريب النفط اللي أعلنت الحكومة توقيف الضباط المرتبطين بها وهم من قيادات الصف الأول بالأجهزة الحكومية مثل ما ذكرنا. خلونا نشوف قبل ما نستعرض التعليقات. دار الشهيد كاظم جواد كاظم العيداني أحد ضحايا العصابات الإجرامية للتهريب بالنفط بالبصرة، من خلال يعني معلوماته خلى معلوماته واتصل بالقيادات الأمنية ووصل إلى عصابة اللي ما قدر عليها لا نائب ولا حزب ولا وزير. اليوم هذا لازم يتكرم، لازم ينصب له تمثال، لازم يتعوضون أهله. 11 طفل عنده وبنات 2 مرضى، ما شفت مسؤول بالبصرة من كبيرهم لصغيرهم، كلهم من كبيرهم لصغيرهم ما شفت واحد دق بابه قالهم يا بيت كاظم انتم شنو احتاجيتوا وشنو صار عندكم. وزير الداخليه تسالك سنين ما قدرت تطيح بمجرم واحد من تهريب نفط البصره. اليوم البصره تعطي ملايين البراميل وكلها شعبها كلها جوعان، ليش؟ بسبب ظلمكم، انتم ما تدرون شنو فيها. طشت رشد هذا الزلمه وصل معلومه وضحى بحياته من اجل ينقذ محافظته، يعني غيرته وكرامته واخلاقه. أدى واجبه العليا وزياده، وضحى بنفسه وانقتل وانذب بنفس النفط الاسود. اليوم الدم والنفط الاسود اختلطوا سوا، فلازم يصير له موقف، يصير لكم موقف وياهم، يصير له تمثال، يترفع على الاقل، يترفع رتبته، يعني انتم حتى على الاقل قرارات فاتحه ما جايه. الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع، واول تعليق اختاريناه لكم من منصه فيسبوك. ابو حيدر المنصور يقول: أراد أن يحافظ على شرف المسؤولية فوقع بيد تلك الذئاب المحترفة بنهب أموال الشعب، فكانت نهايته على يد تلك اللصوص. حسن الدليمي يقول: الله يرحمه برحمته الواسعة، حكومة تسليب ونهب لثروات العراق وأرواح المواطنين، لعنة الله على كل ظالم والرحمة للشهداء الأبرياء. حيدر مطر: أساساً الرجل كشف الجريمة ودفع حياته ثمن لتخرج علناً إلى الأجهزة الأمنية تتكلم عن كمائن ومراقبة، وينكرون دور هذا البطل. سعاد الشيخلي: هو هذا جزاء الإنسان الشريف في بهذا البلد، بلد يقدر الحرامي ويكافئه بمناصب عالية. إذن كانت هاي التعليقات حول هذا الموضوع اللي هو موضوع تهريب النفط العراقي من قبل الميليشيات التابعة لإيران في العراق. محمود من الموصل ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استاذ، أنا من عام قلت لكم هذا الحكي؟ نعم. من عام الأول أنا قلت لكم عين الجحش، هذه عين الجحش، هذه هنا الجزيرة. نعم. تنقل منها الميليشيات نفط ومن حق الجيارة. هذه تلك الصهاريج اللي راحت اللي عبرت البارحة من عندها تجابها من زرباطية. نعم. أي زرباطية، أي بطيخ، أي دبسي، أي جاحد يومي عبر من الصهاريج من سوريا على لبنان وإسرائيل. نعم. إحنا أول ما طلبنا من السودان قلنا يغلق الحدود بيننا وبين سوريا وإيران. نعم. وثانيا تفليش الحشد. نعم. الميليشيات الثلاثة السجناء. نعم. هو قام اليوم يطلع للحشد يشتغلون ببغداد يسوون لهم لحية. نعم. صار تطلع السجناء عندهم ياخذون نسبة منه. هذا حصاله بطاله، هذه ما تحكي. ما الشكل هذا في احد شوارع ببغداد. ما طلع هذا العامل اللي يجيب 10,000 عندهم ما يقدر. نعم. هذول جابها من زرباطيه يوميا من صار يجي عبر على لبنان وعلى اسرائيل وعلى سوريا. نعم. عبرت الا من زرباط نفط العراق قليل سيجيبونه من ايران. نعم. كل العراقيه حمله من هنا، من عين الجحش الحمله. نعم. من عين الجحش، هذا حق عين الجحش. نعم. وقبل يطلع القايم لو طريقه ترابي. وانا من عام الاول قلت لكم بيها. من عام الاول قلت لكم ترى يوميا يعبر 1000 صهريج على الميناء. نعم. وعلى الشمال وعلى سوريا. نعم. احنا ما نقدر الخوف عبره وبختنا نقول ما هذه كل الجابة من زرباط عبرت لنا كل عراقية. نعم. ومن ضربها؟ نعم. من ضربها بس واللي؟ عبرتها إسرائيل. نعم. شكرا لك أخ محمود.
نتحول إلى ملفنا الثاني وهو ملف النزاعات العشائرية. رجعت هذه الظاهرة تتصدر المشهد العراقي ويا تشكيل الحكومة الجديدة، وصارت تطبع حياة بالوقت اللي ينتشر به السلاح المنفلت بالبلد، إضافة إلى المشاكل السياسية اللي أثرت بشكل مباشر على تطبيق القانون بصورة صحيحة لدرجة أصبح العراق بلد لا قانون. اتفاقمت النزاعات العشائرية خلال هاي السنة وصارت مشكلة تقلق الحياة وتهدد السلم الأهلي بهواية من المناطق، واللي غالباً ما تكون خلفها تصفية حسابات مثل ما يقول مراقبون أمنيون. مثلاً كربلاء اللي انقتل بها الطفل بسبب تلك النزاعات، مثل ما عرضنا برنامج صوتكم قبل أيام، بعدها النزاعات مستمرة على الرغم مما تحصد من ضحايا. آخر شيء نشب نزاع مسلح بمنطقة التجاوز قرب حي التحدي وسط محافظة كربلاء. يذكر أنه هاي المنطقة انحرمت من الخدمات والشوارع والمدارس والمساحات الخضراء بسبب التجاوز على الأراضي والحماية من قبل جهات حزبية متنفذة وفقا لمصادر محلية. خلونا نشوف. رمي بالشارع وقطعوا الشارع على الناس، رمي رصاص حي على المواطنين، بيناتهم والله شنو اكو عركة واكو دقة عشائرية ما ادري شنو. وين احنا يا محافظ كربلة؟ رحم الله والديك شوف النحل. هاي التجاوز هيك دا يسوون شارع عام، يقطعوه طريق التحدي قرب التانكي. هذا النزاع العشائري هو وغيره عادة ما يتسبب بسقوط ضحايا من طرفي النزاع، وبسبب النزاعات تنقف المناطق كاملة لمدة يوم أو أكثر، طبعا من دون أن تتدخل السلطات الأمنية حتى توقفها ميدانية مثل ما صار بذي قار لما صار أكو نزاع عشائري، وبسبب هذا النزاع توقف دوام واحدة من المدارس بسببه. وتستخدم العشائر المتنازعة بيناتها بالمواجهات اللي تصير بيناتهم أسلحة، أسلحة خفيفة، متوسطة، ثقيلة، قنابل هجومية، وعادة ما تستهدف منازل أو سيارات تابعة للطرف المناوئ إلها بمشهد من مشاهد غياب القانون بالعراق. ورا مقتل شاب من وحدة من العشائر داخل محلة ببغداد على يد أحد أبناء عشيرة أخرى مثل ما تأكد مصادر محلية، اتطور الموضوع أن تقوم عشيرة المغدور المتواجدة بمحافظة البصرة وهياتهم أن ينشرون بيان مصور على منصات التواصل الاجتماعي يهددون بعشيرة الجاني بحرب عامة ما تبقي مذر، ورمى تلاحق العشيرة الثانية بكل المحافظات وتمحيهم عن بكرة أبيهم بمشهد يبين لكم حجم الفوضى اللي يعيشها العراق بظل غياب القانون، على الرغم أن الحكومة عدت النزاعات العشائرية بحكم العمليات الإرهابية. خلونا نشوف قبل ما نستعرض التعليقات. نستذكر العمل الجبار الذي قام به هذا الرجل الجبار على الصيد من رسول الله وقتله في محافظة بغداد. ففي السادة الفواضل في البصرة نستذكر هذا العمل، وإحنا يد مع يد مع السادة أهالي بغداد السادة الفواضل، ومستعدين في كل لحظة ناخذ الواحد بعشرة، مو بواحد، مو نفس ملف، ناخذ عشرة مكان الواحد بعشرة. فيجون جاي عدلة ويا السادة الفواضل حياهم الله، ما يجون جاي عدلة نسويها محافظات عامة ويا هاي العشيرة عامة، مو فقط بس بغداد، بغداد والمحافظات نبحيهم عن بكرة أبيهم، عن بكرة أبيهم نبحيهم إذا ما يجون جاي عدلة ويسمون القاتل ويجون جاي عدلة. فاحنا مستعدين على هبة الاستعداد باللحظة، باللحظة هاي الشرارة إذا أثارت ما تنسد إلى أبد. بالنسبة إلى وزير الداخلية، بما أنه القانون يؤدي النزاعات العشائرية أنها بمقام العمليات الإرهابية، زين التهديد العلني شو تعدوا؟ لأن أكو تهديد علني هنا. الناس لما شافت هالفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من منصة فيسبوك أيضا أبو كميل العامر يقول: سيدنا مو أنتم تعلمون الناس على الستر؟ أين قول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ حيدر العبودي: سيد لعد وين حسن الأخلاق والعمل بالمعروف؟ وبعدين شقد هددت اذبح واصلخ وتحرق المحافظات وتقطع الشارع. علي جاسم يقول: سيد انت تمثل منبر، انصح الناس مو تحكي بالقتل، اكو قانون، اكو ناس خيرة تدخل بحل المشاكل.
علي أحمد المالكي سيد عود، أنت مثال يحتذى به وحامل عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفروض يقدم الجاني للقضاء مو تسوية عامة، شنو ذنب الناس البقية؟ وهذا سؤال مشروع، شنو ذنب الناس البقية؟ إذا كان واحد قام بفعل إجرامي، شنو ذنب أهله؟ شنو ذنب قرابته؟ شنو ذنب عشيرته؟ شنو ذنب إخوانه وخواته؟ فالسؤال مشروع، لكن المشكلة أنه إذا هو اللي راعي القانون الحكومة تأخذ الناس للمعتقلات بجريرة أفعال آخرين من أقربائهم، دولة شلون راح يتصرفون؟ ومن جابوا القوة حتى يحجون بهاي الطريقة؟ أبو سمية من الأنبار حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام السيد الكريم. الإذاعات العشائرية التي ظهرت وتكررت في بلد يفقد الأمانة والقانون، نتكلم عن القانون الذي يعم الكل، يعم المسؤولة ويعم المواطنة العادية. نحن نتكلم عن القانون وعن الأمن، نتكلم عن الأمن والقانون، وفي نفس الوقت نتكلم عن شيء فقدناه منذ 2003. فإذا ذكرنا القانون والأمن في دولة تدعي أنها ديمقراطية ودولة حديثة، القانون لا زيد على عمرو، القانون كما ترى أصبح أمرا مطاطيا، أصبح شيئا مطاطيا، يمكن أن يتقدم مترا ويمكن أن يتأخر مترا. سيد الكريم، الملاحظ على رجال الأمن في بلدنا أنهم مصدر القلق على عكس الدول المتطورة. في مثال ذكره لي أحد المقيمين في تركيا، يقول هناك توافق بين رجال الأمن وبين الشعب. في أحد المرات اتصلوا بالشرطة ليأتوا إلى أحد الأحياء لأنهم قد رأوا أمرا مشبوها، وعندما حضروا إلى هذا المكان وإذا بالأهالي يحتفلون بالشموع وبالكعك وبالعصير ويصفقوا بوجه الشرطة، قالوا لهم لم يحدث أي شيء ولم تحدث أي جريمة، ولكننا اشتقنا لرؤيتكم فأردنا أن نجتمع بكم. أما رجال الأمن في العراق فإنهم مصدر قلق، فكل عراقي متهم حتى تثبت براءته. أسهل شيء في هذا البلد هو التهمة، وأصعب شيء في هذا البلد هو البراءة. وشكرا لك أبو سمية. ننتقل إلى قضية أخرى وهي تخص الملف الثالث والرابع، الدراسات العليا والمدارس، هي كلها في واقع التعليم بالعراق. لكن أن تستحدث كليات طب أهلية، عبر هذا القرار بعدد من الجامعات الخاصة اللي تديرها الأحزاب وميليشياتها، عبر عن عدم الشعور بالمسؤولية اللي يتميز به وزير التعليم الحالي نعيم العبودي اللي يوصف العراقيون بالميليشياوي الجاهل بظل انهيار التعليم من عام 2003 وخروجه من قوائم قياس الجودة العلمية العالمية. طبعا هذا الإعلان إجا بالوقت اللي يضطر به المئات بل الآلاف من خريجي التخصصات الطبية أن ينتظرون سنوات قبل أن يحصلون على وظيفة بالمؤسسات الصحية الحكومية إن حصلوا، بوسط مخاوف حقيقية من وقوع الآلاف من خريجي كليات الطب والصيدلة والتخصصات الصحية الأخرى من الجامعات الحكومية بفخ البطالة خلال السنوات الجاية، حتى ينضمون إلى ملايين العاطلين عن العمل من باقي التخصصات بالعراق. بينت كتب رسمية استحداث 3 كليات طب عام أهلية بجامعات الكفيل، العين وفرع جامعة طهران بكربلة، فضلا عن كلية للصيدلة بكلية النخبة الجامعة، على الرغم من المخالفات الجسيمة لقانون التعليم العالي الأهلي وبمخالفات صارخة لكل القوانين والأنظمة والتعليمات والضوابط. أدانت نقابات أطباء العراق والصيادلة والأسنان والأكاديميين العراقيين ببيان مشترك هاي السابقة الخطيرة، وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل الفوري حتى يوقف استحداث كليات طب أهلية. وذكرت النقابات بالبيان المشترك أنه استحداث مثل هاي الكليات المخالفة للقانون راح يخرج أطباء ما مؤهلين مع عدم الحاجة إلهم أصلا، مما يشكل خطر جسيم على أرواح الأبرياء. خلونا نسمع ونشوف بيان النقابات قبل أن نستعرض التعليقات.
البيان مثل ما تشوفوا أمامكم، نقابة صيادة عراق، أطباء أسنان عراق، أطباء العراق ونقابة أكاديمية العراقيين، بيان حول استحداث كليات طب البشري وكليات طب الأسنان والصيدلة بسابقة خطيرة، أصدار أوامر وزارية. سبع مواد. من الجدير بالذكر أن لجنة التعليم العالي النيابية السابقة أوضحت بضرورة تعديل قانون التعليم العالي الأهلي وإضافة مادة تمنع استحداث كليات الطب البشري الأهلية. وآخر شيء كاتبين إلى رئيس مجلس الوزراء أن صحة العراقيين أمانة بأعناقنا وأعناقكم، وأن استحداث كليات طبية بهاي الطريقة مخالفة للقانون سيؤدي إلى تخريج أطباء ما مؤهلين ما محتاجين لهم، راح يشكل خطر جسيم على أرواح الأبرياء. وموقعين عليه نقيب أطباء العراق الدكتور جاسم عزاوي، نقيب أطباء الأسنان بالعراق الدكتور أبو بكر أياد الراوي، نقيب صيادلة العراق الدكتور مصطفى محمد أمين الهيتي، ونقيب الأكاديميين العراقيين الدكتور مهند هلال. الناس لما سمعت ولما شافت هذا الموضوع بالتأكيد علقوا على مواقع التواصل الاجتماعي، واخترنا لكم بعض التعليقات حول هذا الموضوع. من منصة فيسبوك ساجد الطائي يقول: هذا الوزير مصر على تفليش الطب الحكومي والاتجاه إلى الطب التجاري. عبد الرحمن الكربلائي يقول: المردود المادي الهدف الأول والأخير للوزارة، أما رصانة التعليم فلا تساوي شيء عند الوزير والوزارة. محمد العبود يقول: التعليم الأهلي هو سبب من أسباب انحدار التعليم العالي في العراق. وحسين مظفر يقول: العصايب والسلمة وزارة، اشتردون تنطي قرار بيها حظ. أنا السؤال اللي ينطرح هنا يقول: القضية التجارية من 2003 لحد الآن، الواقع الصحي العراقي في ترد مزر، يوميا نشوف مشاكل بالواقع الصحي العراقي، وخصوصا أكو تجاوزات من بعض الأطباء، ما أقول كلهم، من بعض الأطباء والعاملين بالسلك الطبي. أكو عدم احترام للمريض، أكو عدم رحمة للمريض، أكو تجاوز على الموضوع، أكو تجارة مالية بالموضوع، أكو مشاكل تصير بالموضوع، إضافة إلى الصيدلات اللي الصيدلية صارت عبارة عن مزرف بجيوب الناس يسحبون منهم فلوس قدر المستطاع، لأنه ماكو رقابة على الموضوع. ريا من أمريكا حياك الله. تحية للبرنامج والمشاهدين وكل الكادر، حياك الله. القناة صراحة هذا الموضوع كلش مهم. نعم. ويعني هواية شفنا حالات ناس دا تتأذى لا سامح الله حتى دا يفقدون حياتهم بسبب الأطباء الغير أكفاء. نعم. ومع كل احترامنا للأطباء اللي يعني تعبانين على دراستهم وحصلوا هذا الشهادات المرموقة بجهودهم. نعم. بس مع الأسف أكو يعني مجموعة هسه حاليا ومع الأسف يعني منتشرين حتى على وسائل التواصل الاجتماعي ودي نشروهم بطريقة الجيوش الإلكترونية اللي هي أصلا تابعة لدول الجماعات يعني. نعم. والله العظيم أكو مراكز تجميل بيها أطباء ماخذين الشهادة بشي يعني مو كفاءة. وهسه تشوف مواقع التواصل الاجتماعي اكثر التركيز عليهم. نعم. بالتعاون يعني تحس انه الشغله كانه عصابه. وشفنا اكثر من مركز تجميل شلون صفوا صاحبات بوقتها الله يرحمها الدكتوره رفيف الياسري والثانيه الله يرحمها، لانه الطب بالعراق اصبح تجاره. نعم. 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 شكرا لك اخت ريا. المشكله اللي دا يصير بها العراق اليوم انه سياسيين العراق انفسهم شهاداتهم تزوير او اغلبهم شهاداتهم تزوير. فالمشكله اللي دا يوقع بها العراق لما نتكلم عن التزوير وعن الشهادات الغير صحيحه هاي مشكله، لكن المشكله والطامه الكبرى انه بلد مثل العراق اللي كان يصنف به التعليم في السابق انه يعادل التعليم بالدول الاسكندنافيه، كانت جامعات بغداد معترف فيها في كل بلدان العالم، وكانت جامعات بغداد هي عبارة عن ناس تطمح لها من كل الوطن العربي حتى يجون يدرسون بهاي الجامعات لقوة التعليم العراقي، لقوة الأستاذ العراقي، لقوة المنهج العراقي، أن اليوم يخرج العراق من جودة التعليم العالمية، هاي الطامة الكبرى. موضوعنا الرابع هو نفس موضوعنا الثالث لكن أصغر شوية، للمدارس. يوم ورا يوم تنكشف أكثر المشكلات اللي تواجه المؤسسات التربوية بالعراق.
أظهرت لقطات مصورة الأوضاع المزرية اللي طال التلاميذ بمدرسة عبدالله المحض المختلطة بمحافظة قادسية. وتظهر الصور المدرسة بمنطقة الديوانية أو مدينة الديوانية بها قاعات تدريس بس مقاعدها مكسرة وخاوية، بها جدران بس الجدران مالتها متهالكة، بها نوافذ وشبابيك بس مكسرة، بها ساحة مليانة حشائش ودخل ونفايات وانعدام البنية التحتية للمدرسة والبيئة الملائمة للدراسة، الأمر اللي يخلي التعليم بيها مستحيل. مشكلة مدرسة عبدالله المحاض تعكس عمق المشاكل اللي تعاني منها المدارس العراقية واللي يعاني منها واقع التعليم الحكومي بالبلد برمته، ومن سنوات طويلة بسبب إهمال وتقصير كبير في تنفيذ الخطط التنموية حتى يرتقون بنظام التعليم. خلينا نشوف هاي المدرسة. سيب القايم قرية القايم ناحية الشنافية، هاي طلابها قاعدة جوا شوفوها، لا رحلات لا خدمات، مدرسة توقع على الطلاب، وهذا جانا فصل الشتاء، وين أهل الغيرة؟ هذا صف الأول شوف، لا كتب كل شي ماكو، رحلة ماكو، صف ماكو، كل شي ماكو، هاي صف الأول ماكو، صف الأول ماكو، صف الأول كل شي ماكو. شفيت محافظ الديوانية صار شعلان ناجدك شو معك هاي الطلاب شو يدري بهذا الشيء اللي قاعد كل شيء ماكو، وين تروح ما أدري. ذكرت لكم بالفيديو جزء من المشاكل، صف ماكو، كتب ماكو، رحلات ماكو، شبابيك ماكو، المدرسة احتمال توقع على الجهال، احنا جايين بالشتاء، بس اكو مشاكل اعمق، اكو مشاكل اكبر. هاي الاثناء ازداد عدد المدارس الاهلية اللي ترهق جيوب الناس بسبب تكاليفها تتعب الناس، تتعب الاهالي بسبب تراجع التعليم بالمدارس الحكومية اللي تعاني أصلاً من مشكلات كبيرة وهواية، منها نقص الكوادر التدريسية مثلاً، الاضطرار إلى الاعتماد على الدروس الخصوصية حتى يكملون المنهج أو يلقنون المنهج بشكل صحيح، تهالك المدرسة مثل ما شفنا بالفيديو السابق، وأحياناً سوء معاملة الطلاب مثل ما شفنا بفيديوهات كثيراً بثيناها ببرنامج صوتكم. هذا الشيء ده يضطر الأسر ومن سنوات أنه يلجؤون إلى المدارس الأهلية. بهذا السبب يتم تفسير الانتشار الكثيف للإعلانات الخاصة بهاي المدارس بشوارع بغداد والمحافظات الثانية. الأمر اللي يبين لنا وإلكم أنه الخدمات التعليمية بهاي المدارس ما اقتصرت بس على الطبقة الغنية بس، لأنه هي صارت حاجة ضرورية لهواية من الناس. الشيء اللي يضطر أولياء الأمور أنه يقتطعون أموال من ميزانيات بيوتهم ومعيشتهم حتى يدخلون ولدهم بهاي المدارس. ويبدو أنه هذا الشيء دفع المكاتب الاقتصادية للأحزاب، هيئات الاستثمار، أن يستولون على أراضي مثل ما راح تشوفها سبا هذا الفيديو، أراضي مهمة حتى يحولوها بهواية من المحافظات إلى مدارس أهلية، بدل ما يفكرون السياسيين أن يصححون الأخطاء وينهضون بواقع التعليم ويبنون مدارس حكومية. ومن بين هاي الخطوات اللي صار بقضاء الكوفة بمحافظة النجف مثل ما أكد الناشط أبو زين العابدين الحسناوي، ونروح للكوفة حتى نسمع شهادته. حي الجامعة طبعا هنا المتر الطبيعي بالبيوت الطبيعية مليون مليون ونص، المنطقة التجارية اللي احنا بيها مليونين مليونين ونص، شوفوا هذا كله مسيّن. المستثمر الجديد شوف 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 المساحة استوى حطالة شوف المساحة شوفوا قدروها كملت شوف المساحة شوف المساحة مساحة لا إلها نهاية ولا بداية. طبعا أختصر لكم الحديث، أعمار محافظة النجف باتفاق مع تربية الكوفة تريد يسوي مجمع مدارس في هذا المكان ليلة ويوم، هذا تابع لقرارات الدولة. ليلة ويوم اجى مستثمر من احد الاحزاب العقارات الدولة بالعلاقات بغير شيء، هذا سيجها شوفوا وحط لها سبيس راح يسوي مجمع مدارس. زين يا ولا افضل اعمار محافظة النجف وتربية النجف تسوي هنا مجمع مدارس حكومي وتقولون الطلاب قاعدة بالكريفانات، الطلاب المدارس ما عندهم حيطان، ماكو شبابيك،
الاعمار هي اعمار النجف تقول لك احنا نبني افضل المدارس، زين انتم عندكم مدارس اهليه تريد تستفادون بالمدارس الاهليه، شنو ذنب الفقير الناس الدخل المحدود اللي ما يريد يدخل ابنه مدارس اهليه؟ هذا يريد يسووه مجمع مدارس اهلي. اللي دا يقول هنا ياكد لنا الخبر اللي بثيناه بقناه الرافدين البارحه، واللي يقول انه هيئه النزاهه تقول انه قضيه عقارات الدوله واملاك الدوله محمد الشياع السوداني وحكومته الجديده مدى يفكرون يحطوه من ضمن خططهم لمكافحه الفساد. اللي دا يقول هنا الناشط الحسناوي دا يقول هذا المكان تابع لعقارات الدوله، اجى مستثمر تابع لواحد من الاحزاب، اتفق ويا المحافظه ويا البلديه ويا التعليم بالمحافظه حتى يبنون مجمع مدارس. يقول بالوقت اللي بين نجف مثلا بها مدارس كرفانات وبها مدارس ما بها اماكن، واتصور بثينا فيديو الى مدرسه بالمحافظه مسوين صف من خيمه او من شادر مال عزاء. على الرغم من سوداويه المشهد، بس الفيديو اللي راح نبثه لكم هسه بعد شويه لهذا الشخص ورايه، على الرغم من سوداويه المشهد والمشهد اللي حزن بالعراق، الا ان المبادرات الايجابيه دائما حضورها فعال بسبب تواصل هاي المبادرات. وراء تواصل مميز للمبادرات الشعبيه اللي اطلقها شبان ومتطوعون حتى يوفرون كتب مثلا للطلاب من العائلات الفقيره بهدف التغطيه للنقص الحاصل، او رحلات او صبورات. وبسبب عدم توزيع وزاره التربيه الكتب المدرسيه لهاي السنه، عدم وجود رحلات وصبورات بالمدارس، هذا الشيء اللي اثر سلبا بالواقع التعليمي. ظهرت مبادره من نوع جديد لتعويض النقص بمباني المدارس بالوقت اللي اكو به دوام ثلاثي ورباعي بهوايه من المدارس بالعراق. من بين هاي المبادرات، المبادره اللي سواها مواطن من محافظه صلاح الدين قام بتحويل بيته الخاص الى مدرسه بسبب التقصير والاهمال من قبل المسؤولين. خلونا نشوف قبل استعراض التعليقات. مدرسة المنار الابتدائية التابعة لقضاء بلد، طبعا هاي المدرسة بناها المدير بجهود ذاتية، وطبعا مثل ما تلاحظون امامكم هو بيت لاحد المواطنين سواء مدرسة في سبيل انه يخلي هاي الطلاب اللي موجودة بالمنطقة تدرس وتصل، لكن للأسف لا يوجد اي دعم من قبل حكومة محافظة صلاح الدين. فاللي نتمناه من سيد المحافظ انصاف هاي الناس، مثل ما تلاحظون امامكم هو بيت لاحد المواطنين يحول الى مدرسه ابتدائيه في سبيل خدمه اهالي المنطقه. للاسف اليوم تربيه صلاح الدين اصبحت عاجزه عن متابعه هكذا مدارس تعبانه. ما تتوقعون هذا المواطن اللي حول هذا بيته او المواطن الثاني اللي يجيب رحلات يستحق ان يكون مدير تربيه بدال اللي قاعد وكل شيء ما دا يسوي؟ الناس لما شافت هذا الفيديو علقت على هذا الموضوع، واول تعليق موجود ويانا من منصه فيسبوك ريري الزيدي تقول لو الحكومة مثلك كان هسه العراق بخير، بارك الله بجهودك وربي يزيدك من فضلك. خليل الراشد الله يجعله في ميزان حسناتك، عندما توجد مثل هؤلاء الأشخاص أو يوجد مثل هؤلاء الأشخاص في بلدنا فإن شاء الله سوف ينهض العراق من جديد. سيد علي الزاملي في ميزان حسناتك إن شاء الله، مواطن استطاع بناء مدرسة للتلاميذ وحكومة لا تستطيع، الخزي والعار لكم أيها الجهلة. وليندا الجبوري تقول بدول العالم الحكومة تجد حلول للمواطنين، أما بالعراق بالعكس المواطن يجد حلول للحكومة لأن الحكومة عاجزة. بارك الله بجهود هذا المعلم. كانت هاي التعليقات حول الفيديو الأخير، هو المبادرة من قبل مواطن من محافظة صلاح الدين أن يحول بيته الخاص إلى مدرسة. أبو علي من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني العراق دولة وعلم وجيش، نعم، برلمان، مدارس ابتدائية قاعدة ما لها رحلات، محافظة مؤسساتها كلها بالإيجار، ميزانية الفجارية كلها بس العفو، نعم، لكروشهم لبطونهم شعب، يعني ما أدري شنو مصيرنا. بس هي قال المثل السمكة لا راسها خايف، ما تفيد المؤسسات الصغيرة. يعني الدولة ما تأسس المواطنينها الضعفاء تأمين وتأمين سكني وتأمين دراسي، ما تقدر
شنو محسوبة؟ محسوبة عليهم الحكومة، ترى محسوبة حكومة بس العفو ما لهم فضل على الشعب، يتصلون بنفس الشعب وياخذوا حزم ذاك باقي 20 مليار ذاك مليار والشعب ما عنده والله العزيز ماكو دولة ما يقتدون يقولون بالعالم هاي الدولة العراقية الديمقراطية نموذجية للعالم، لا والله نموذجية للخزي والعار والله للخزي والعار، بس نقول لا حول الله ولا قوة انولدنا بالعراق لو مولودين بالصومال لو مولودين والله اشرف لنا ما مولودين امام حسابات هاي. نعم نعم شكرا شكرا لك ابو علي. 17 تموز 2016 بهذا التاريخ أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يونسكو أدرجت المسطحات المائية اللي تعرف بالأهوار جنوب العراق على لائحة التراث العالمي بناء على التنوع البيئي بالمنطقة الممتدة على مساحة 20,000 كيلومتر مربع بالعراق واللي تشمل 5 محافظات، وأيضا بالنظر إلى بعدها التاريخي لأنه تعود إلى 5000 سنة لورا، يعني إدراج الأهوار ضمن اللائحة أنه هي باتت تراث عالمي ينبغي على كل حكومة أن تحميه من العوامل البشرية والبيئية، لكن السياسات المائية اللي تتبعها دول الجوار خصوصا إيران والمتمثلة ببناء سدود وتحويل المجاري الفرعية للأنهار سببت من مطلع العام الحالي موجة جفاف نتيجة شح المياه اللي تصل إلى المسطحات عبر نهري دجلة والفرات وروافدهم، الأمر اللي هدد الأهوار أن تنشطب من قائمة التراث العالمي لأن راح تجف أو جفت. خلونا نتعرف على قائمة المواقع المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي بالعراق والمخاطر المحدقة بهاي المواقع خصوصاً الأهوار بسبب الإهمال الحكومي بسياق الانفوغرافيك اللي عدى لنا قسم التواصل الاجتماعي بالقناة. في كل بلدان العالم لما يتكلمون عن موضوع تاريخي عن موضوع آثار يحافظون عليه، في كل بلدان العالم اللي بيها آثار قديمة يحاولون يظهروها للناس، في كل بلدان العالم الآثار هي رقم واحد بالنسبة إلى سياسة الدولة لأنه إضافة إلى أنها لها بعد تاريخي للإنسان، لها بعد تاريخي للبلد، لها بعد تاريخي للمدن، لها بعد آخر، لها بعد اقتصادي كونها يعني مركز جذب سياحي، لها بعد
اجتماعي، لأنه السواح من كافة بلدان العالم لما يزورون هذا الأثر التاريخي راح يصير اختلاط، راح الناس تعرف عادات هذا البلد، راح الناس تعرف هذا البلد، راح يشوفون أهالي البلد ناس جدد. هاي كلها أبعاد أخرى اجتماعية واقتصادية وسياسية ومالية. لكن لما نشوف دول العالم برج مهدد بالسقوط مثل برج بيزا المائل وتعامل الحكومة الإيطالية وياه، ونشوف تعامل الحكومة العراقية ويا الآثار العراقية، سرقة آثار ما يفكرون يرجعوها، آثار تندمر بسبب الملوحة بسبب نقص المياه ما يفكرون بها، مكان تاريخي مثل الأهوار مدرج على لائحة التراث العالمي ديجف وراح ينشطوا بهذا المكان ما يفكرون به. على الرغم لو كانت أكو حكومة وطنية تشوف الأهوار مدرج على قائمة التراث العالمي وتروج إلى قضية التراث العالمي والأهوار العراقية أنها مدرجة على قائمة التراث العالمي، وتعالوا يا سياح العالم شوفوا الأهوار وشوفوا الإنسان شلون عايش في ذيك المنطقة وشوفوا الطبيعة وشوفوا طبيعة المكان والتعايش ما بين الأهالي الموجودين هناك، البيئة والاختلاط البيئي اللي موجود بيها، كان العراق يتكلم بغير موضوع. ننتقل إلى قضية أخرى وهي قضية الهاشتاج. جدد الخريجون القدامى اللي مضى على تخرجهم سنوات الدعوات إلى أنصافهم موازنة عام 2023 وتعيينهم دون قيد أو شرط، هذا بسبب التجاهل الحكومي لعشرات الآلاف من الخريجين وتركهم دون توفير فرص عمل، وصاروا عاطلين عن العمل وصاروا عالة على البلد صراحة. وتوعد الخريجون بتصعيد حراكهم وتنظيم تظاهرات حاشدة ببغداد على وسم الخريج القديم ينتفض بعد مضي حكومة السوداني على نفس الخطى اللي سارت عليها حكومات الاحتلال المتعاقبة من 2003 لحد ما تعينت هاي الحكومة، واللي حرصت على تسويف وتجاهل مطالب الخريجين وعدم الاهتمام بهاي الشريحة. خلونا نستعرض سوية عدد من التغريدات على وسم الخريج القديم ينتفض. حيدر منسي غرد على تويتر يقول: أول حق من حقوق المواطن على الدولة هو ضمان حياة حرة كريمة له، وهذا ما لم توفره الحكومات لنا على مدار 19 عاما. هاشتاج الخريج القديم ينتفض. رغد التميمي تقول: شريحة الخريجين القدامى من الشرائح المظلومة في العراق، وعلى الجميع التعامل معها بجدية كونها مسلوبة الحقوق إنسانيا وقانونيا. هاشتاج الخريج القديم ينتفض. نبراس الخزعلي: هاشتاج الخريج القديم ينتفض على الحكومة الاستجابة لمطالب خريجي السنوات السابقة بالتعيين ووضع لهم الحلول الجذرية وتصفيرهم، لأن أعمارهم لا تتحمل التأجيل. عدي: حان الوقت لأخذ الحقوق، كفى مماطلة والتسويف من قبل الحكومة. هاشتاج الخريج القديم ينتفض. نعم، من حق الخريج أن يطالب بحقه، لأنه من حق المواطن مثل ما قالت أول تغريدة، من حق المواطن على الحكومة أن توفر له حياة كريمة. حياة كريمة طفولته أن تكون طفولة طبيعية، مو يقضي طفولته بالمعامل وبالورش يشتغل، مو يقضي طفولته بمخيمات النزوح، مو يقضي طفولته بمدارس ما بها رحلات وما بها كراسي وما بها كتب وبيها تعنيف يؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. يقضي طفولته بوسط أمه وأبوه ببيته ما لهم غير بس دراسته وشلون يلعب ويتونس. يكبر يدخل الكلية يتخرج، حق على الدولة أن يلقى مكان يشتغل. هذا اللي كان يعرف سابقا بالتدوير، لأن واحد من يطلع تقاعد يجي واحد يترفع بمكانه، من الطبيعي أن يفرغ مكانه ويتعين به خريج جديد. هذا الشيء اللي ما دا يصير بالعراق، اللي دا يصير اليوم بالعراق يا مشاهدين الكرام، للي ما عايش بالعراق دا احكي هاي النقطة، اللي دا يصير اليوم أكو أحزاب مسيطرة على الدولة، عندهم ناس تابعة لهم موالين لهم كأن من يكون، أو شخص عنده فلوس يروح إلى حزب معين، أنا أريد أشتغل بفلان مكان، إيش قد تدفع حتى أعطيك هذا المنصب؟ طبيب، أستاذ، معلم، مهندس، أي وظيفة، يدفع فلوس يأخذ الوظيفة ويطلع من الخريج اللي هو يستحقها أصلاً. ونفس الحال بالنسبة للسياسيين،
لا تتوقعون مشاهدينا الكرام انه السياسي اليوم بالعراق يطب المنصبه بانتخابات او يعني بطريقه شرعيه. السياسي اليوم بالعراق مثلا الرئاسات الثلاث ايش قد تدفع وتدفع عليها، وزاره ايش قد راح تنطي عليها، كل وزير بحكومه محمد الشياع السوداني دافع، ولهالسبب هم دا يتقاتلون على الوزارات لانه دا يفكر الفلوس الدفعهن شلون يرجعهن وما دا يفكر انه يبنون البلد. هاي مشكله العراق. نلتقيكم على خير ان شاء الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامج صوتكم، ونتمنى هاي الحلقه نالت اعجابكم بحلقه جديده باكر باذن الله، عفوا يوم الجمعه بنفس الموعد.